بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الاشباب. ان شاء الله النهارده عندنا حلقه مميزه جدا، هيكون ضيفي وضيفكم النهارده في الجزء الثاني واحد من نجوم الاهلي، واحد من ابناء الاهلي المخلصين على مدار تاريخه، وهو لاعب وهو ايضا مدير فني للنادي الاهلي، وهو ايضا في العمل الاداري، واحد من نجوم الاهلي الكابتن فتحي مبروك مدير لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. وحديث عن المواهب داخل النادي الاهلي وطبيعه عمل هذه اللجنه، وايضا تاريخ كابتن فتحي مبروك اللي هنتكلم فيه وبطولاته مع النادي الاهلي وهو مدير فني، وطبعا الفتره اللي كانت مميزه ايضا للكره المصريه اللي رافق فيها الكابتن محمود الجوهري كاس عالم 90 وايضا بوركينا فاسو 98. ده هيكون في الجزء الثاني. لكن قبل ما نتكلم في حلقتنا النهارده واخبار الناشئين في صحف المواقع، عايز اتكلم حضراتكم الاول عن مباراه الاهلي وكايزر تشيفز. حضراتكم هتقولوا النهارده احنا مفروض قفلنا الملف الافريقي، فعلا احنا خلاص بالنسبه للاعبي النادي الاهلي الفريق الاول والجهاز الفني اغلقوا الملف الافريقي تماما، كل التركيز في المباراه القادمه يوم الخميس بنتمنى فيها التوفيق للاعبي النادي الاهلي، هتكون امام بيراميدز، مباراه هتكون قويه، مباراه في الدوري الممتاز في البطوله المفضله للنادي الاهلي. لكن عايز ارجع شويه لمباراه الاهلي وكايزر تشيفز اللي هتكون في النهائي الافريقي ان شاء الله، يعني اتحدد ليها للحظات اللي انا مع حضراتكم فيها يوم 17 في الشهر القادم. اول ما النادي الاهلي صعد للنهائي الافريقي وكايزر تشيفز صعد للنهائي الافريقي، بدات لغه الجماهير وبدات لغه الناس ان الاهلي خلاص ضمن البطوله العاشره. انا بقول لحضراتكم مفيش في كره القدم الكلام ده. النهارده بدل فريق وصل للمباراه النهائيه زي كايزر تشيفز، فاكيد فرقه محترمه جدا جدا جدا، عندها امكانيات كبيره، عندها لاعبين مميزين. لما اقول لحضراتكم كمان وتسمعوا الارقام اللي حققها كايزر تشيفز على مدار البطوله في 14 مباراه، اكيد ارقام بتخض. كمان لغه الارقام ما بتكذبش ولا بتكون خادعه، لغه الارقام بتكون واضحه وبتبين الفريق اللي قدامك انه فريق محترم. كايزر تشيفز على مدار 14 مباراة من أول ابتداء بطولة دوري أبطال أفريقيا كلين شيت في 11 مباراة، يعني 11 مباراة مفيش فريق قدر يسجل فيهم هدف، فالنهارده ده فريق يحترم. بالعكس ده النهارده ده رقم مميز ورقم أكبر من لعيبة النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي لعب 12 مباراة في البطولة ما ابتداش في الدور التمهيدي، لا كايزر تشيفز لعب أكتر منه، النادي الأهلي حقق 8 كلين شيت بس في ال 12 مباراة، يعني أربع مباريات دخل فيه أهداف، فالنهارده ده رقم مميز بالنسبة لكايزر تشيفز. أنا بقول لحضراتكم الأرقام دي ليه؟ علشان نبين صعوبة المباراة، وهي فعلاً هتكون مباراة قوية. النهارده لما نشوف الكرة الجنوب أفريقية مواجهة جنوب أفريقيا كمنتخب مع المنتخب المصري هنا في كأس الأمم الأفريقية 2019، حضراتكم فاكرين المباراة دي؟ النهارده لما منتخب جنوب افريقيا كسب منتخب مصر وسط ال 70 80 الف متفرج في استاد القاهره وكسبوا 2-1، كان معاهم المدرب الانجليزي باكستر. باكستر هو المدير الفني الحالي لكايزر تشيفز، مدرب عنده امكانيات كبيره، عنده خبرات كبيره، ازاي بيقدر يلاعب الفرق الكبيره؟ زي ما احنا عارفين كايزر تشيفز بيعتمد دايما على التحفظ الدفاعي، ما بيزهقش بلغه الكوره، يعني لعيبته ما بتزهقش ومدربه بيحفظ اللعيبه ازاي يقفل الاطراف وعمق الملعب، ما عندوش يعني عنده استعداد ممكن زي ما شفنا مباراه الوداد ال 90 دقيقه ممكن يدافع، لكن في خلال ال 90 دقيقه بيلعب على لعبه واحده او اثنين، هي دي خطوره المباراه ودي خطوره كايزر تشيفز. اكيد النادي الاهلي وقت ما يتم الانتهاء من الاربع مباريات القادمه اللي هيكونوا مهمين جدا للنادي الاهلي في مشوار عمر الدوري، الدوري المحبب للنادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي هيتكلم عن كايزر تشيفز وهيديها مساحه كبيره وموسيماني يحفظ لعيبته الاسلوب، بس بقول لحضراتكم هو ده الشكل ودي قوه فريق كايزر تشيفز. في كلام كتير خلال الفتره السابقه واليومين اللي فاتوا عن فريق كايزر تشيفز في جنوب افريقيا، هل الوباء هناك ممكن فريق كايزر تشيفز يطلع من جنوب افريقيا ويروح المغرب؟ طب هل هناك في المغرب السلطات المغربية ممكن تستقبل كايزر تشيفز؟ دي كلها تساؤلات لسه، يعني الفترة اللي جاية هتبان في تساؤلات تانية، هل المباراة هتتأجل؟ هل المباراة ممكن تتقدم يوم أو يومين عشان المنتخب الأولمبي؟ لسه
لحد اللحظه اللي انا بتكلم حضراتكم فيها دي المباراه لسه زي ما هي يوم 17/7. النادي الاهلي عنده مباراه امام بيراميدز يوم 1، عنده مباراه 4 امام سموحه، عنده مباراه 8 امام المقاولين العرب، ويوم 11 امام مصر المقص. هو ده جدول الاهلي في الدوري لسه 17 لحد اللحظه اللي انا بتكلم حضراتكم فيها. نروح للاستاذ محمد سعد رئيس الجاليه المصريه في جنوب افريقيا ونعرف منه المشهد اكتر في جنوب افريقيا. تحياتي ليك يا استاذ محمد. لا محتاج حضرتك ترفع صوتك شويه معانا. الو استاذ محمد. تحياتي لحضرتك. ايوه حضرتك. طمنا يا استاذ محمد يعني عن الوضع الصحي دلوقتي في جنوب افريقيا. في كلام كتير خلال اليومين اللي فاتوا، فيروس كورونا المستجد الجيل الرابع موجود النهارده، يعني ازاي التنقل بين الولايات؟ يعني حطينا في الوضع اكتر الصحي في جنوب افريقيا. والله مبدئيا انا كابتن اسامه، احنا دلوقتي معتبر احنا في وسط الموجه الثالثه. للاسف الفتره الاخيره في اللي هو السلاله الجديده اللي هي بيسموها سلاله دلتا، اللي هي اصلها الهند. دي من عيوبها انها سهله الانتقال جدا عن السلالات اللي كده. وكان لسه رئيس الدوله سيرل رامافوزا طالع يوم الاحد وعمل حديث، وللاسف قفل فعلا على المقاطعه اللي هي بتاعت الضوء فيها جهانس بيرج وبريتوريا، منع الزيارات منها واليها من المحافظات الثانيه لمده اسبوعين. وده بعد طبعا التزايد المطلوب جدا في عادات في حالات الاصابه الجديده. فعلا الوضع دلوقتي في المرحله الثالثه اللي احنا فيها صعب شويه، بس ان شاء الله يعني باذن الله نقدر نتخطى دي في خلال الكام اسبوع الجايين. يعني دلوقتي في غلق للمدن في جنوب افريقيا عشان الفيروس كورونا، صح كده مظبوط؟ هو الغلق حصل بس المقاطعه اللي اسمها خلطين داخلها جوهانسبرج وبريتوريا. ده الغلق حصل منها واليها لمده اسبوعين، ابتدوا يوم 30/6، هيبتدوا يوم 30/6 لغايه تقريبا يوم 12/7 للمحافظه بس، يعني المقاطعه دي بس اللي تقع داخلها جوهانسبرج. بس طبعا السفر الدولي مسموح، ما فيش اي مشاكل. بس طب هنرجع لك تاني يا استاذ محمد، هنرجع لك تاني عشان في مشكله في الصوت. استاذ محمد سعد يعني هو يعني احد المصريين اللي عايشين في جنوب افريقيا، هو كمان رئيس الجاليه المصريه في جنوب افريقيا، وبيكلمنا وهو هناك دلوقتي علشان يقول لنا الوضع ازاي. انا بقول لحضراتكم في كلام كتير هناك، كايزر تشيفز هل هيقدر يسافر المغرب النهارده؟ السلطات المغربيه هتقدر تستقبل بعثه كايزر تشيفز؟ فده كله هيبان خلال الفترة اللي جاية. لكن مباراة كايزر تشيفز زي ما هي في ميعادها يوم 17، مفيش تقديم ولا تأخير للحظات اللي أنا بكلم حضراتكم فيها. وزي ما اتكلمنا عن كايزر تشيفز هتكون مباراة صعبة جدا جدا جدا. عايز أروح لحضراتكم برضو للملف المصري أو الدوري المصري. الأهلي عنده مباراة قوية جدا يوم الخميس القادم أمام بيراميدز. دايما عارفين مباراة الأهلي وبيراميدز أو الأسيوطي سابقا مباريات فيها ندية، مباراة تبقى قوية، مباراة فيها شغل مدربين وكمان لاعبين داخل الملعب. النادي الأهلي يعني البطولة المفضلة ليه أو البطولة المحببة لجمهوره هي بطولة الدوري. فالنهاردة عندنا أربع مباريات مهمين جدا خلال الفترة القادمة. نادي الزمالك سابق النادي الأهلي بحوالي 8 ماتشات. النادي الاهلي ان شاء الله كل التوفيق ليه في الاربع ماتشات اللي جايين. النادي الاهلي لو قدر يكسب الثمان ماتشات هيكون متصدر الدوري بفارق من النقاط حوالي 4 نقاط. فالفتره اللي جايه مهمه جدا، مهمه جدا في بطوله الدوري الاربع ماتشات اللي جايين. والاهم من كده برضو ازاي نحافظ على اللعيبه او اللعيبه تخرج سليمه في الاربع ماتشات علشان يكونوا موجودين في النهائي الافريقي. يعني النهارده في اول تمرينه بعد مباراة الترجي النادي الأهلي فقد جهود لعيب كبير كابتن وليد سليمان، عنده إصابة في العضلة الخلفية. تواصلنا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وقال كابتن وليد سليمان
هياخد من حوالي من 3 أسابيع لأربع أسابيع خارج الفريق، فده أول إصابة ولاعيب مهم عندنا. وشفنا كابتن وليد سليمان ظهر في الشوط الثاني في مباراة الترجي بشكل ما شاء الله يعني فوق الممتاز، فهي دي النقطة برضو اللي فيها تخوف في الأربع ماتشات اللي جايين. النهاردة تكون اللعيبة كلها موجودة وكل اللعيبة والبدائل موجودة أمام بيتسو موسيماني. فريق بيراميدز تم تغيير المدير الفني بتاعه النهاردة، تولى تكيس جونياس المدير الفني السابق لدجلة. فالنهاردة تكيس عنده طموح مع بيراميدز، طموح أنه عايز يكسب النادي الأهلي، ودي كانت تصريحاته في أول مؤتمر صحفي ليه في أول مباراة هيتولاها ضد النادي الأهلي. فهو عنده الطموح أنه هو عايز يكسب النادي الأهلي. تاني حاجة بيراميدز يبلك لعيبة عندها طموح برضو علشان عايز تكسب النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي دايما البطل، البطل اللي بيلعب على بطولة دايما يعني بيكون مركز، المعنويات الحمد لله مرتفعة. موسيماني بيجيد في المباريات الكبيرة، وزي ما بقول لحضراتكم الأربع مباريات القادمين مهمين جدا جدا. عايز أوري برضو لحضراتكم لقطة يعني أذكركم بيها، لقطة بدر بنون. بدر بنون ما شاء الله مدافع النادي الأهلي المميز، الإضافة كبيرة جدا في دفاعات النادي الأهلي. بدر بنون اللي بيمتاز بالهدوء والثقة، وشفنا فيه تطوير كبير في تحضير الهجمة في النادي الأهلي. بدر بنون آخر لقطة ليه مع الرجاء المغربي، اللقطة اللي فوق وهو بيقبل العارضة، دي كانت آخر مباراة لبدر بنون في بطولة دوري أبطال أفريقيا في المغرب وهو يقبل العارضة، وكان ده الوداع الأخير لفريق الرجاء وللملعب. يشاء القدر أن بدر بنون إن شاء الله تكون المباراة اللي هيلعبها في المغرب يوم 17 تكون هي المباراة الفاينل على نفس الملعب. فبنقول لبدر بنون إن شاء الله تكون عودة حميدة ببطولة كبيرة ليك مع النادي الأهلي. عملها قبل كده أنيس بوجلبان لما كان مع الصفاقسي وخسر البطولة بتاعته ورجع مع النادي الأهلي حقق البطولة. فإن شاء الله يعني يكون الملعب ده وش السعادة عليك يا بدر، وتقدر يعني تحقق البطولة الأفريقية مع النادي الأهلي. النادي الأهلي لما بيشتغل ومجلس إدارته والكابتن محمود الخطيب دايما بيشتغل على كل الملفات، أعضاء وفريق كورة وتطوير كبير جدا في كل فروع. يعني دلوقتي حاليا كابتن محمود الخطيب بيتفقد دلوقتي ملعب مختار التتش، الإضاءة، الإضاءة اللي كانت يعني بقالها سنين طويلة يعني ما كانتش اتغيرت، فهي بتتغير دلوقتي للأفضل. بنشوف دلوقتي الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن زكريا ناصف، الدكتور سعد شلبي، كابتن محسن صالح لجنة التخطيط، والمهندس سامح، ما شاء الله مجهودات كبيرة جدا. دلوقتي الكابتن محمود الخطيب في ملعب مختار التتش بيتفقد الإضاءة، وزي ما بقول لحضراتكم الإضاءة دي بقالها سنين طويلة جدا ما اتغيرتش. فالنهارده حان الوقت علشان يكون عمليه التطوير اللي بيشهدها النادي الاهلي. شفنا غرف الملابس قبل كده، وانا يعني بحسد الجيل اللي موجود حاليا في النادي الاهلي، لعيبه الفريق الاول، على الامكانيات وعلى الدعم وعلى المسانده، على اوض اللبس ما شاء الله العالميه دلوقتي، وفي موضوع الاستشفاء وغرف الملابس، كمان ملعب مختار التتش والاضاءه اللي ما شاء الله حاجه بقت يعني زي الملاعب العالميه بالظبط. دي مجهودات مجلس الإدارة والنادي الأهلي اللي بيسعوا ليه دائما، التطوير اللي احنا بنشوفه دائما في النادي الأهلي عمره ما بيتوقف، سواء في منشآت، سواء في كل الفروع، كمان مش في الملاعب بس أو الملاعب الرياضية أو في ملعب في النادي الأهلي في الجزيرة، لا ده في كل الفروع. لكن دلوقتي دي لقطة حصرية عندنا، دي من ملعب مختار التتش بعد التجديد الكبير، وكمان الإضاءة زي ما بقول لحضراتكم اللي كان بقالها سنين طويلة جدا ما اتغيرتش. يعني ملعب الكرة واحنا واقفين نتفرج كده على ملعب مختار التتش، يعني الواحد بيتمنى انه يرجع يلعب تاني بعد ارضية الملعب العالمية، بعد الاضاءة، بعد غرف الملابس. فدي الطفرة الانشائية الكبيرة اللي بيشهدها النادي الاهلي زي ما احنا شايفينها خلال الفترة السابقة والفترة الحالية. عايز بقى اروح لحضراتكم واحنا هنا بنتواصل مع كل جمهور النادي الاهلي في برنامج الاشبال. النهاردة بنعمل حاجة جديدة لكل أشبالنا في مصر، كل واحد نفسه يحقق حلمه إنه يلبس في يوم من الأيام تيشيرت النادي الأهلي ويلعب داخل قطاع النشئين النادي الأهلي. النهاردة نزلنا على صفحة قناة الأهلي، وبقول النهاردة رسالة لكل جماهير النادي الأهلي وكل واحد ليه حلم إنه يلبس في يوم من الأيام في نادي النادي الأهلي ونفسه يحقق حلمه،
ابعتوا لنا على صفحة القناة حقق حلمك، هاشتاج حقق حلمك. كل ناشئ صغير بيحلم باللعب للأهلي وشايف إنه عنده الموهبة يرسل فيديو لبعض مهاراته في حدود دقيقتين، وهنختار أفضل المهارات ونعرضها في برنامج الأشبال، وكمان هنوصلها للمسؤولين بقطاع الناشئين بالأهلي لاختيار الموهبة. حقق حلمك مع برنامج الأشبال. إن شاء الله هنجمع الفيديوهات كلها هنعرضها على المدير الفني الأجنبي لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي والكابتن خالد بيبو، هيكون في تنسيق كبير. هنختار أفضل 10 مواهب أو أفضل 20 موهبة وهنقدمها إن شاء الله لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وهيروحوا ويختبروا وهيكونوا دول النواة لبرنامج الأشبال، وهيكون ده التواصل مع حضراتكم مع كل جماهير النادي الأهلي من خلال برنامج الأشبال. نروح معاكم لفقرة أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. سيراميكا يوقع عقود احترافية مع بعض لاعبي فريق الشباب. موعد اختبارات الناشئين بنادي سيراميكا كليوباترا 2021 هتكون يوم السبت القادم 3 يوليو على ملاعب العباسية في تمام الساعة 7 مساء. اختبارات الناشئين 2021 نادي النصر يحدد موعد التصفية النهائية بكرة إن شاء الله 30/6، موعد التصفية النهائية للناشئين، ويوم الخميس بعد بكرة يكون تصفية البراعم النهائية. عاجل يعني منذ دقائق قليلة منتخب الشباب يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بثلاثية في طاجكستان. يعني فاز منتخب مصر الشباب على طاجكستان بثلاثية نظيفة في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي. سجل أهداف منتخب مصر أحمد شريف الهدف الأول، أحمد حواش هدف الفراعنة الثاني في الدقيقة 32، ويوسف حسن أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 50 من زمن اللقاء. شوقي غريب يعلن غدا قائمة اللاعبين النهائية لأولمبياد طوكيو. المنتخب الأولمبي دخول الفقاعة 18 يوليو لن ينهي أزمة لاعبي الأهلي والطائرة الخاصة الحل الوحيد. عايز اقف مع حضراتكم مع المنتخب الاولمبي والكابتن شوقي غريب اللي بنتمنى له كل التوفيق. زي ما اقول وعيد، الكابتن شوقي غريب مدرب منتخبنا الاولمبي مدرب كبير جدا، ليه تاريخ وليه بصمات كبيره في الكره المصريه، ابتداها مع منتخب الشباب سنه 2001 لما حقق برونزيه كاس العالم للشباب في الارجنتين، كمان لما كان مساعد مع كابتن حسن شحاته وانجازات في الكره المصريه 2006 و8 و10. ايضا كمان مع المنتخب الاولمبي لما حقق بطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 اللي كانت مقامه هنا في مصر. فالنهارده لا خلاف على الكابتن شوقي غريب، اسم كبير، مدرب تاريخ كبير، وكمان عجبني جدا المعامله والاسلوب اللي بيعامل بيه الكابتن شوقي غريب لعيبه المنتخب، بيحتضنهم وبيعتبرهم كانهم ابنائه بالظبط. طب ايه القصه وايه الحكايه خلال الفتره اللي جايه مع المنتخب الاولمبي؟ المنتخب الاولمبي النهارده الكابتن شوقي غريب بكره هيعلن اسماء 22 لاعب، 18 للقائمه واربع لاعبين هيكونوا احتياطي او دول للطوارئ في بالنسبه للمنتخب الاولمبي. بكره الكابتن شوقي غريب هيرسل القائمه ان شاء الله للاتحاد الدولي علشان دي القائمه اللي هتكون منضمه للمنتخب الاولمبي. طب النهارده تاكد خلاص بنسبه 100% محمد صلاح لن يشارك مع المنتخب الاولمبي وهو خارج قائمه المنتخب الاولمبي، فاذا النهارده محمد صلاح خارج القائمه. طيب مصطفى محمد، ايه قصه مصطفى محمد؟ مصطفى محمد من العناصر الاساسيه في المنتخب الاولمبي اللي ما يقدرش الكابتن شوقي غريب يستغنى عنها، واحنا شفنا في كل الماتشات الوديه وكمان في البطوله اللي كانت مقامه في مصر لعيب ما شاء الله نضج بلغه الكوره، هو يعتبر هو المهاجم الاول في مصر دلوقتي. مصطفى محمد بيأدي يعني مباريات كبيره. طيب نسبه تواجده أو عدم تواجده؟ طيب نروح نقرب أكتر للمنتخب الأولمبي ونعرف التفاصيل أكتر من الأستاذ محمد مراد الناقد الصحفي الرياضي الكبير في اليوم السابع. تحياتي ليك يا أستاذ محمد. تحياتي ليك يا كابتن أسامة، وكل سنة حضرتك طيب بخير، وفريق النادي الأهلي طبعا تأخد نهائي دوري أبطال أفريقيا كالعادة يعني. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا أستاذ محمد. حطينا أكتر في الصورة مع المنتخب الأولمبي، وعايز اعرف توقعك برضو للقائمه اللي هيرسلها بكره الكابتن شوقي غريب ان شاء الله. بص يا كابتن، يعني اولا لغايه دلوقتي الله يكون في عون الكابتن شوقي غريب، يعني خلاص النهارده محمد صلاح رسميا كده خارج اولمبياد،
نادي ليفربول لغايه الساعات الحرامه يعني ما ارسلش موقع ان اللاعب يبقى موجود في الاولمبياد، فبالتالي خلاص تم استبعاد محمد صلاح من قائمه الثلاث لعيبه الكبار اللي هيشاركوا في الاولمبياد. ودي الحقيقه يعني كانت مش عايز اقول هي خساره، هي كانت هتبقى مكسب كبير قوي للمنتخب لو لاحظ زي محمد صلاح موجود في قائمه منتخب مصر في الاولمبياد، كانت هتلقي الضوء اكبر عليك كابتن كمنتخب وان انت موجود معاك ثالث احسن لعيب في العالم وهيبقى حافز اللعيبه. لكن خلاص يعني الصفه النهائيه محمد صلاح خارج الاولمبياد. بالنسبه للقائمه كابتن تبتدي كده بكذا سيناريو، يعني في كذا سيناريو لو الاهلي او ماتش الاهلي وماتش الاهلي وكايزر تشيفز تلعب يوم 17 يوليو كده هيبقى في مشكله كبيره جدا للمنتخب الاولمبي. اولها يعني اللعيبه الاساسيه في المنتخب الاولمبي اللي هو طاهر محمد طاهر وصلاح محسن واكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر هيبقوا موجودين ولا لا؟ لغايه دلوقتي سمعنا ان في اتفاق ان النادي الاهلي يسيب اثنين او ثلاث لعيبه للكابتن شوقي غريب لو في حاله ان النهائي الافريقي هيقام يوم 17. هل حصل تنسيق يا استاذ محمد بس في الحته دي ما بين النادي الاهلي وكابتن شوقي غريب ولا لسه؟ هو الكلام اللي احنا سمعناه امبارح ان في حصل تنسيق، لكن تم لو في حاله ان المنتخب سافر يوم 17 يعني في حاله النهائي يقيم يوم 17 فبالتالي كده هيبقى اللعيبه الاهلي بره. لو اللعيبه مش موجودين هيبقى يعني في اتفاق على اثنين هيبقوا موجودين غالبا، يعني ناصر ماهر واسم ثاني يعني مش عايز اقول عشان هو كده كده خارج قائمه المنتخب الاولمبي في الاولمبياد مش هيبقى موجود، لكن طاهر محمد طاهر وصلاح محسن واكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام يعني اعتقد ان النادي الاهلي مش هيتخلى عنهم في ماتش زي ده في نهائي دوري ابطال افريقيا. ومش عايز اقول يعني مش عايز اعمل ازمه من دلوقتي ان هو الناس تطلع تقول لك لا ده المنتخب اولى بلعيبه زي دي في الاولمبيات. خلي بالك يا استاذ محمد الحدثين بيمثلوا مصر النهارده. النادي الاهلي لما بيوصل للنهائي الافريقي وهو الممثل وحيد الكره المصريه فهو بيلعب باسم مصر، ايضا البطوله الاولمبيه مع كابتن شوقي غريب بتلعب باسم مصر، فالحدثين طبعاً حدثين كبار. والنادي الاهلي يا كابتن مش عايز اقول ان من حقه يتمسك بلعيبته، طبعا بطوله كبيره وبطوله هتوصلك لكاس العالم للانديه، وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن واكرم توفيق لعيبه ما لهمش بدايل في النادي الاهلي، يعني تحديدا طاهر واكرم، يعني اكرم هو اللي شارك جبهه اليمين دلوقتي في غياب محمد هاني، يعني الله يكون في عون، يعني مش عايز اقول لك مش عايز اصور في الموضوع ده عشان الناس ما تحسبش ان النادي الاهلي بيقول لك لا انا متمسك بلعيبتي. من حقه طبعا يتمسك بلعيبته، وفي بطوله زي دي طبعا هو بطوله بقى له سنه بيجهز فيها وبيشارك فيها من اول ووصل للنهائي، فهيسيب لعيبه زي دي لعيبه مؤثره طبعا الموضوع هيبقى صعب. يعني نرجع لموضوع ثاني يا كابتن اسامه، يعني اتمنى ان شاء الله، يعني سمعنا النهارده ان في كلام ان النهائي الافريقي ممكن يتاجل خالص لما بعد اولمبياد طوكيو، فاعتقد ان الحل ده لو اتعمل هيبقى حل مرضي للجميع سواء الاهلي او سواء كايزر شيفز اللي موجود منه اكثر من لعيب برضه في المنتخب. خلي بالك للحظه اللي حضرتك بنتكلم فيها دلوقتي مفيش اي جديد، هو البطوله مفيش حاجة رسمي. يوم 17 هي دي كلها تكهنات وتوقعات بس، يعني هو زي ما انت قلت يا كابتن فعلا هو يوم 17 الى الان الماتش يوم 17 في ميعاده، فبالتالي الماتش لو 17 مفيش لعيبه من النادي الاهلي هتنضم للمنتخب الاولمبي باستثناء يعني اتوقع يبقى ناصر ماهر بس يبقى موجود مع النادي الاهلي في منتخب مصر الاولمبي. لو ان شاء الله الماتش اتاجل يترحل بقى يوم 15، وده اللي اتحاد الكوره طلب بيه امبارح في خطاب للاتحاد الافريقي، لكن لغايه دلوقتي ما فيش رد رسمي. فان شاء الله هتكون الازمه محلوله، هيكون اكثر من لعيب من النادي الاهلي موجودين سواء بقى اللعيبه الاساسيه اللي هم طاهر وصلاح محسن. طب مصطفى محمد موقفه ايه يا استاذ محمد؟ مصطفى محمد نكمل الاهلي الاول، لان لو الاهلي زي ما قلت لك يا غفلت لو يوم 15 هيبقى لو الماتش هيبقى يوم 15 هي يعني ان شاء الله باذن الله هنشوف محمد الشناوي وايمن اشرف موجودين في قائمه المنتخب. هيتيح الفرصه طبعا لكل اللعيبه تبقى تحديد كابتن شوقي غريب لو الماتش 15 وتم تقديمه يوم او يومين. يعني هيبقى محمد الشناوي يا غفلت يعني كل اللعيبه الاساسيه بتوع المنتخب الاولمبي هيبقى محمد الشناوي ان شاء الله موجود، وهيبقى ايمن اشرف اللي هيعتمد عليه كابتن شوقي غريب سواء في مكان في مركز المدافع المساك او مركز الظهير ايسر، لان هو بيعتبر ايمن اشرف لعيب جوكر في يعني حاله ان الماتش يوم 17 زي ما قلت لك ما فيش كده لعيبه في الاهلي هتروح، هيتم اللجوء طبعا لنادي الزمالك هيبقى طارق حامد والونش بالاضافه الى احمد حجازي المحترف في اتحاد جده السعودي. احمد حجازي خلاص تاكد، احمد حجازي تاكد، احمد حجازي ده يعني اللاعب الرسمي الرئيسي لغايه دلوقتي في قائمه منتخب مصر الاولمبي من الثلاثه الكبار.
لو في حاله النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك مش موجوده فعلا، هيبقى طارق حامد وجونش في نادي الزمالك موجودين مع قائمه منتخب مصر الاوروبي. بس هو محمد لغايه الان يا كابتن يعني موقفه ما تحددش بصفه نهائيه، لكن الاقرب نسبه 70 او 80% محمد هيكون خارج قائمه منتخب مصر، في خارج قائمه منتخب مصر الاولمبياد، لان النادي اداره الطاهر لغايه الان متمسك بانضمام اللاعب، على الرغم من اللاعب اصلا كابتن مصاب، يعني مصاب من اول امبارح في ماتش ودي مع قدامه اسبوعين او ثلاث اسابيع عشان يرجع. محتاج من اسبوعين لاربع اسابيع بناء على الاتصال اللي تم من الجهاز الطبي المنتخب الاولمبي وبين الجهاز الطبي اللي مسؤول نادي جلطة سراي. فبالتالي يعني لو في موافقه من نادي جلطة سراي على انضمام اللاعب للمنتخب الاولمبي، الكابتن شوقي غريب هيضمه، خاصه ان النهارده لسه 29 يا كابتن، فخلال اسبوعين او ثلاثه هيكون مستعد. واحنا اول ماتش بالنسبه للمنتخب الاولمبي هيبقى يوم 22 مع اسبانيا الساعه 9:30 بعد كده. خلي بالك هو ده ماتش البطوله يوم 22 مع اسبانيا فريق قوي، فريق مرشح للاولمبياد، فهي ضربه البدايه دي هي الاهم بالنسبه للكابتن شوقي غريب. طب استاذ محمد، النهارده لو تم اقامه المباراه يوم 17 ده في المغرب، هيكون الساعه 9 هناك المباراه، يعني الساعه 11 يعني 12 بتوقيت المغرب، يعني 12 ده بتوقيت اليابان هيكون الساعه 8. لعيبه منتخب مصر لازم تدخل الفقاعه الطبيه يوم 18. طب لو تم تجاوز اليوم 18 ده، ممكن اللعيبه تلحق اليوم الاول، ولا هيبقى الامور فيها صعوبه؟ ولا يعني هل النهارده برضو سمعنا اتحاد الكره ممكن يوفر طائره خاصه لعيبه النادي الاهلي؟ يعني ايه رايك في الموضوع دوت، او ايه المعلومات اللي عندك في الموضوع ده؟ هو في طائره خاصه للمنتخب الاولمبي بالكامل كابتن يوم 15 هتنقل الفريق لطوكيو. المشكله ان النادي الاهلي يا كابتن هيرجع هيوصل القاهره يوم 18. تمام. فبالتالي الفرقه هتسافر، انت عارف طبعا 19 لو هيسافروا ترانزيت فيقعدوا حوالي يوم يا كابتن في السفر طويل لليابان او لطوكيو. فبالتالي ادي يوم كمان، يعني انت هتوصل يوم 19 بالليل او 20 اليابان، فبالتالي هتدخل في القاعه الطبيه هناك تبقى حوالي اربع او خمس ايام. لا اربع ايام. فبقول لحضرتك من اربع لخمس ايام، فبالتالي انت مش كده لعيبه النادي الاهلي مش هتلحق اول ماتش. فبالتالي يعني فالكابتن شوقي غريب اعتقد ان هو بنسبه كبيره لو المفروض النهارده هيتحسم، النهارده او بكره او بكتير قوي هيتحسم موقف نهائي دوري ابطال افريقيا. في حاله ان نهائي دوري ابطال افريقيا تاكد بصفه رسميه يوم 17، اعتقد ان الكابتن شوقي غريب مش هيضم حد بالنادي الاهلي باستثناء ناصر ماهر زي ما قلت لك او احمد رمضان بكر، لكن هو الاقرب لغايه دلوقتي ناصر ماهر هو اللي هيبقى موجود بالنسبة بالاتفاق مع النادي الاهلي طبعا، لكن النادي الاهلي متمسك بباقي لاعبه وده حق اصيل. زي ما قلت لك يعني في البدايه خالص الله يكون في عونك يا شوقي غريب، عنده ازمات كبيره، غياب مستوى محمد ده من يعني خساره كبيره طبعا، غياب صلاح محسن او طاهر او اكرم توفيق خساره كبيره جدا، لكن معاه ان شاء الله اكثر من لعيب بديل واكثر من لعيب جاهز ان شاء الله يحلوا ازمه في الاولمبياد. لكن بالنسبه يعني سمعنا زي ما قلت يا كابتن في البدايه، سمعنا النهارده يبقى في تاجيل للدوري دوري ابطال افريقيا، فده لو تم يعني ان شاء الله يبقى حل مرضي لجميع الاطراف ان شاء الله يشارك بقائمه. طب اخيرا يا استاذ محمد، هل في مفاجاه متوقعه، اسم مثلا يضاف للقائمه، القائمه اللي بعتها بكره كابتن شوقي غريب، هل في مفاجاه؟ لا هي الاسامي كلها معروفه يا كابتن، يعني معروف. يعني الكابتن شوقي غريب استقر بنسبه 100% على الاسماء، هي بس موضوع المباراه النهائي الافريقي، وحسب تحديدها هتتقدم يوم يومين، هتلعب 17 على ضوء المباراه دي، يعني ممكن يبقى في تغيير بعد كده يعني، ولا خلاص بكره كابتن شوقي غريب بيرسل القائمه ما ينفعش يغير فيها بعد كده؟ هو بكره كابتن للاسف اخر يوم في ارسال القائمه، هتبقى حوالي 18 لعيب اساسي واربع لعيبه احتياطي. دول من حقه يبدل فيهم في حتى خلال البطوله لو في حاله لا قدر الله اصابه اي لاعب، لازم يبقى تعليق طبي وسبع جهاز طبي وسبع جهاز فني، فكده يبقى العدد كله بكره لازم يوصل بكره 29 18 لاعب واربعه احتياطي وسبعه جهاز فني، ده اخر ميعاد ليستلم القائمه، ما فيش ميعاد ثاني. زي ما قلت يا كابتن ان هو كان يعني من شهر ثلاثه بعد حوالي 90 اسم، بعد كده في شهر خمسه بقوا حوالي صفوا بعد كده. كل فتره كانوا بيخفضوا، فبكره القائمه النهائيه المشاركه في اولمبياد طوكيو وكلها اسامي، يعني يا كابتن لو اتكلمنا فيها كلها اسامي معروفه وكانت موجوده معظمها ان شاء الله في المعسكر الاخير،
زي ما قلت لك هو الخلاف الوحيد لغايه دلوقتي لعيبه النادي الاهلي والنهائي الافريقي هيبقوا موجودين ولا، لكن باقي اللعيبه كلها العناصر كلها معروفه وموجوده ان شاء الله. كان بعض الخلاف على بعض الاسماء، محمد صلاح موجود ولا، لكن خلاص تاكد في النهايه. استاذ محمد بنتمنى كل التوفيق للكابتن شاوي غريب، الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي في اليوم السابع بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت الصوره كامله بالنسبه للمنتخب الاولمبي اللي بكره ان شاء الله الكابتن شاوي غريب على الساعه 12 الظهر هيعلن عن ال 22 لاعب، ال 22 لاعب اللي هيكونوا موجودين معاه ان شاء الله في الاولمبياد. نتمنى كل التوفيق للكابتن شاوي غريب والكتيبه بتاعته ان شاء الله باي لعيب. كابتن شاوي غريب من عنده جيل محترم قادر انه يحقق انجاز للكره المصريه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل بقى ضيفي واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين الكابتن فتحي مبروك. اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده اللي مشرفني يعني واحد عزيز عليا جدا، يعني صاحب فضل كبير عليا، كان اول واحد يطلعني للفريق الاول. هحكي لكم الحكايه دي. سنه 2003 كان هو مسكني في فريق الشباب بالنادي الاهلي، وقتها لما تولى القياده الفنيه للفريق الاول كان في وقت صعب مع الفريق الاول، اصر عليا وقال لي هلاعبك في الفريق الاول لان انا عارف امكانياتك، وفعلا لعبني في الفريق الاول في كاس مصر، ووقتها خدت احسن لاعب في كاس مصر. فمن البدايه دي كانت الانطلاق ليا مع النادي الاهلي. صاحب فضل كبير، وهو كمان يعني مشوار كبير داخل النادي الاهلي، ابتدى وهو ناشئ صغير سنه 59 في النادي الاهلي مربي الناشئين، وكمان مع الفريق الاول وانجازات كبيره، وايضا كمان مدرب كبير مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. تجيبه مدير فني في اي وقت يقول حاضر ان هو ده ابن النادي الاهلي، في اي عمل اداري يقول حاضر ويحقق انجازات. ضيفي ضيفكم النهارده كابتن فتحي مبروك. في البدايه برحب بيك يا كابتن فتحي. اهلا كابتن اسامه، وانا بشكرك جدا على المقدمه دي، مقدمه جميله، والحمد لله دائما الواحد في خدمه النادي الاهلي، وفي اي وقت النادي الاهلي بيطلبني انا تحت امره، يعني ما عندي زي ما قلت. لان احنا الحمد لله من سنه 59 اتربيت داخل جدران النادي الاهلي، بعشق النادي الاهلي يعني يوميا تليني حتى في النادي الاهلي يعني، فعندي عشق للنادي الاهلي وكل كيان النادي الاهلي حقيقي. طب تعالى نشوف التقرير ده اللي جهزوه يعني زملائنا في فريق الاعداد عن كابتن فتحي مبروك، ونرجع نبتدي بقى الحكايه من اول ان شاء الله. اتفضل. يعد فتحي مبروك نجم ومدرب الاهلي السابق، واحدا من ابناء النادي الكبار وصاحب التاريخ الطويل داخل القلعه الحمراء، فهو العاشق والمحب لمارد الجزيرة التي قضى بين دروبها قرابة 61 عاما. ولد فتحي مبروك في 5 يوليو عام 1951، وقبل أن يكمل عامه 9 انضم للأهلي وتدرج بين صفوفه حتى تم تصعيده للفريق الأول موسم 71-72. تألق فتحي مبروك بصورة لافتة للنظر وحقق العديد من البطولات داخل القلعة الحمراء حتى اعتزل الكرة، ولكنه لم يغادر البساط الأخضر فاتجه للعمل في ضرب الأعصاب المحترقة كمدرب. ويكفي أنه كان مساعداً للراحل محمود الجوهري في قيادة منتخب مصر في كأس العالم بإيطاليا عام 1990، وقت أن نزلت عدالة السماء على استاد باليرمو أمام هولندا، وقدم فيها أحفاد الفراعنة مستويات متميزة ورائعة. عمل فتحي مبروك مديرا لقطاع الناشئين بالأهلي عدة مرات ثقة في إمكانياته وخبراته الكبيرة، كما كان المنقذ حيث تم تعيينه أكثر من مرة مديرا فنيا للفريق الأول. فتحي مبروك الذي قضى في محراب الأهلي قرابة 61 عاما يتحدث عن مستقبل الأهلي وذكرياته الرائعة في الأشبال. تقرير ما شاء الله فيه شغل كبير. شكرا لفريق الاعداد، ما شاء الله عامل تقرير حلو وعامل حاجات حلوه يعني، مش عندي ممكن ابقى اخدها منهم يعني. طبعا. كابتن فتحي كام سنه في النادي الاهلي يا كابتن فتحي؟ انا من سنه 59. 59؟ يعني وانا عندي 8 سنين تقريبا انضميت للنادي الاهلي بقى، ومسيره النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي لحد ما استمرت لحد 81 بقى ما اعتزلت. تفتكر مين اللي كان بيمرنك في الناشئين او اللي شافتك؟ لا، الكابتن مصطفى حسين رحمه الله عليه. والاشبال. يعني الكابتن مصطفى كان قال لي لفظ كده يعني وانا صغير والله. قال لي انت شكلك عفريت. انت منين يا ابني؟ قلت له انا من العجوز يا كابتن. قال لي شكلك عفريت.
بس انت تنفع اللي انت تنفع تلعب في الدفاع. ومن ساعتها فعلا هو اللي وظفك وقت. ومن ساعتها كلمته خلاص بقيت في الدفاع يعني. ما شاء الله. تفتكر اول مباراه ليك مع الفريق الاول؟ بص الفريق الاول يمكن انا سنه 69 انضميت للفريق الاول، كنت انا والكابتن زيزو رحمه الله عليه، الكابتن صفوت وكان الكابتن عبد الصالح الوحش رحمه الله عليه كان ماسك الفريق في هذا التوقيت، وانضمنا الفريق الاول في هذه الفتره. وكان اول مباراه يمكن ضد الجيش العراقي، كنا بنعمل بقى لفه كده في الخليج وفي العراق، ورحنا العراق ولعبنا ضد الجيش العراقي، واول مباراه لعبتها ضد الجيش العراقي سنه 69. كانت اول مباراه ليك مع النادي الاهلي؟ اول مباراه مع النادي الاهلي وخصوصا في الدرجه الاولى. طب المباراه اللي بدات بقى الناس تقول عندنا لعيب اسمه فتحي مبروك في الدفاع، وبدات الناس يعني العيون تروح على كابتن فتحي. لا هو دي يمكن بقى بدايه من السبعينات يعني من 71 بقى اما الدوري رجع تاني ابتدى استمر طبعا وتوقف عشان 73 حرب 73 فالامور كلها الحمد لله يمكن من بدايه المشوار الحمد لله الناس عرفت فتحي مبروك، لان انا كنت انا مجتهد يعني ما اقدرش اقول مثلا لعيب مهاري، لا انا كنت مجتهد وكنت قوي وكنت ملتزم جدا الحمد لله، يعني كنت ملتزم جدا سواء في المباريات او سواء في التدريب ودائما كان عندي عشق لكره القدم وعشق للنادي الاهلي وعشق ايضا للفريق الاول. فدي سمه خلت الناس كلها تحب فتحي مبروك الحمد لله. ولحد دلوقتي كنت بتلعب باك ليفت فتحي؟ كنت بلعب باك ليفت، لو النادي احتاج نلعب باك رايت كنت بلعب باك رايت. يعني بلعب باك ليفت ممكن العب باك رايت. مين اللاعب اللي كنت وانت بتلعب في الماتشات بتعمل له الف حساب؟ بصراحه يعني عمر عبد الله كان لعيب المحله. محله كابتن عمر عبد الله، طب لانه كان من الشورت سبرنتس عنده دي كانت يعني يعمل كده يفرق 5 6 متر، كنت دايما ابعد عنه 10 متر عشان لو اتلميته طويله يبقى انا ليه الاسبقيه يعني، بس هو كان سريع جدا يعني. كابتن عمر عبد الله طبعا. كابتن فتحي ما شاء الله يعني مشوار كبير في التدريب سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر، هتكلم عن المشوار ده، لكن عايز يعني اتكلم عن الفتره الحاليه. كابتن فتحي مبروك هو مدير لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي، كلمنا اكتر عن طبيعه اللجنه دي وعملها داخل النادي الاهلي. هو طبعا طبيعه اللجنه دي يمكن طبعا انت عارف كان كابتن الخطيب ويمكن لجنه التخطيط اختاروني لهذا الموقف بعد ما عديت سنتين في قطاع الناشئين والحمد لله اشتغلنا بارتياحيه، واشتغلنا في الاول اشتغلنا كويس قوي ولكن تبع ظروف الكورونا والظروف بقى اللي كانت دائما بتحيط بينا يمكن خلت الامور بقت صعبه جدا بالنسبه لنا. انت عارف برضو القطاع الناشئين يمكن السنه دي عمل دمج للفرق في فرق كتير قوي، يمكن في لعيبه كتير مشيت حوالي 150 لعيب من النادي الاهلي، عمليه دمج الفرق برضو ساعدت ان انت اللعيب اللي لازم تجيبه او الكشافين اللي لازم يجيبوه لازم يكون على مستوى اعلى من اللي موجودين. فطبعا دي قليل جدا اللعيبه اللي اخترناهم من خلال لجنه المواهب لقطاع الناشئين، في لان المكشفين جابوا لنا لعيبه كتير جدا كتير جدا ولكن المستوى لا يناسب النادي الاهلي، واللي كانوا موجودين في النادي الاهلي افضل بكثير عشان يعني. كده ما يعني ما تقدرش النهارده ما تقدرش تقول النهارده ان في 20 30 واحد، لا ده النهارده يوم عدد هتلاقي 4 5 بالكتير قوي دخلوا قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وانتوا بتلفوا وبتشوفوا يا كابتن فتحي وما شاء الله لجنه كبيره بتغطي بتجيب صعيد مصر للشمال لكل حته في مصر، المواهب ما زالت موجوده ولا العمليه قلت عن زمان ولا لسه برضو ما في يعني رايحات في المواهب الموجوده؟ لا المواهب قلت، المواهب قلت عن زمان. طبعا خلينا نتكلم بواقعيه، المواهب قلت قوي وقليل جدا ان تلاقي حد النهارده. الموهبه دي حاجه بتاعت ربنا، الموهبه النهارده دي حاجه مهاريه. انت بتحكم على اللعيب النهارده موهبه ازاي؟ مهاري. تلاقي لعيب مهاري، لعيب عنده الحاجات اللي طبعا تكتيك كره القدم والاسلوب كره القدم والفنيات بتاع كره القدم تلاقيه على مستوى عالي حتى هو صغير بيبان قوي، ولكن المواهب قلت جدا جدا. انت بتاخد دلوقتي اللعيب لو عنده عنصر من العناصر سواء القوه او سواء السرعه، مميز في الطول مميز في التكوين الجسماني، فدي العناصر اللي انت شغال عليها الا اذا كان واحد بقى موهبه زي ما بتقول كده يعني فلته، ده اللي بنقدر برضو نجيبه يعني. واحد حبيبك بعت لي دلوقتي على الهواء بيقول لي لو سمحت اساله اخر مره كسبني عارف كسب التنس امتى؟ عارف. طب مين قول لي؟ اول حرف محمد مرجان. هو لعيب محمد مرجان بعت لي رساله بيقول لك يعني اخر مره كسب التنس امتى؟ والله يا سياده العميد يا سياده اللي هو محمد مرجان احنا لعبنا ماتش امبارح ولعبنا اقول له لعبنا ماتش كويس قوي كسبت ولا خسرت؟ لا ده الماتش طلع تعادل ولكن برضو التحكيم ظلمنا. في فار في التنس؟ لو في فار كنت التحكيم ده كنا شطبناهم. شطبنا الحكام. انا حط فار في ماتشات التنس بتاعت كابتن مبروك في الجزيره. ولكن احنا بنبقى سعداء مع سياده اللي هو بيلعب معانا بصراحه يعني.
برضه بيبقى عنده حاجات كويسه كده، فنيات عاليه يعني، فنيات عاليه في التنس، فالحمد لله يعني بنعشق ان احنا نلعب معاه. خلي بالك انا في ماتش تحدي هعمله معاك يا كابتن فتحي في الجزيره، وهصوره وهزيعه. سنجل ماشي، انا موافق. وهصوره وهزيعه، انا موافق. انا موافق. ولو اتغلبت هزيعه. زيع. وبرضه لو خسرت هتزيعه؟ هتزيعه طبعا. هتزيعه طبعا. خلاص الفريق، بس لو خسرت احنا تعالينا في الاهلي، فريق احنا نتغلب للنجوم الكبار. فريق لا ما تجيبش بقى مبررات. فريق الاعداد ده اهو بسمعهم، لو خسر لازم يتزاع الماتش ده. لا في مباراه هتتلعب ان شاء الله بيني وبين كابتن مبروك في التنس، وهزاعها هنا في برنامج الاشياء. خلاص انا موافق. اني تايم. واحنا بنتكلم بقى بمناسبه دلوقتي يعني عن التنس، تعالى اوريك بقى لقطه حلوه لعيبه الفريق الاول محمد شريف وعلي معلول وهما بيلعبوا مباراه في التنس ما بينهم، يعني دي كانت قبل التدريب. دي جميله دي. دي لعبه يعني من الالعاب اللي بتبقى فاني حلوه، علي معلول ومحمد شريف. دي جميله دي. ده التنس بتلعبه كابتن فتحي ولا التنس التاني؟ لا التنس التاني بقى. التنس التاني ده تحس عارف دي البينج بونج، زي البينج بونج بالظبط، بس طبعا بالرجل بتبقى حاجه برضه. دي اصعب وعايزه مهارات. دي اصعب، عنده مهارات طبعا. دي كنا زمان فاكر ما كنا بنحط الشبكه في نص الملعب وبنلعب 3-3 برضو. كنا بنلعب جيم برضو، جيم فولي كده بالرجلين بالراس كله يعني. الدنيا اتطورت دلوقتي، بقت خلاص الترابيزه دي، ودي كمان حاجه فني يعني، بتطلع اللعيبه بره ضغط الماتشات، وهم كمان يعني حتى لابسين الكوتشيات اللي بره جزم الكوره. لا لقطات جميله طبعا، ودي حاجات حلوه قوي على فكره. ممكن على فكره دي ممكن تستغل في التدريب تنميه مهاره. طبعا ممكن. لو انت النهارده عندك لعيب فيه نوع من المهاره عايز تنمي فيها، ممكن تستعمل الترابيزه دي، وممكن تستعمل الشغل ده، حلو جدا للعلم. مظبوط مظبوط. والله مهاره الاستلام، مهاره النهارده حط الكره في صدره، كل هذه المهارات النهارده تقدر تستغلها في الشغل ده. في تنميه مهاره. طيب دي كانت اللقطه والاجواء داخل الفريق الاول بالنادي الاهلي، طبعا يعني ما تبقاش كلها اجواء مضغوطه ومشحونه نظرا لتلاحم المباريات، فلازم يبقى فيها حاجات فاني. كابتن فتحي احنا بنتكلم عن لجنه بقى اكتشاف المواهب. اللجنه دي احنا بتغطي مصر كلها صح؟ بتغطي مصر كلها. طب يعني قول لي بقى يعني طبيعتها في في في, في الصعيد، المواهب الموجوده في الصعيد بيتم انتقائها ازاي؟ بص عايز ادخل في التفاصيل اكتر. احنا الحمد لله يعني الاداره دي كانت اولا الاكاديميه بتساعدنا، يعني اكاديميه النادي الاهلي بتساعدنا، لان اكاديميه في الاكاديميه، اكاديميه النادي الاهلي منتشره في الحمد لله في كل المحافظات 16-17 محافظ. فالمدربين بتوع الاكاديميه نفسهم مدربي الاكاديميه، يمكن كان اتفاق مع الكابتن شطه وكابتن خالد ان احنا اي لعيب النهارده كويس جدا في الاكاديميات يقولوا لنا عليه، واحنا برضو بنروح نبص عليه بصه كده في بعض المباريات، لان ما بقدرش ابص عليه في التمرين، لازم مباريات. يعني لازم يبقى عنده مباراه لازم اشوفها، ولازم ابعت حد من عندي يشوف ويكتب لي تقرير فني. فطبعا الامور كلها بالنسبه للاكاديميات، الاكاديميات كانت بتساعدنا جدا في الحته دي. الاكاديميات بتساعدنا. لينا برضو ناس كتير قوي مدربين في الصعيد، فلو لقوا حد موهبه في الفرق في فرق قطاع الناشئين بيرشحوا لنا. زي طبعا الكشافين، الكشافين برضو ما بيلاقوا حد كويس قوي بيرشحوا لنا، وبيدونا جدول تدريبه او جدول مبارياته، وابعت حد من عندي بيشوف وبيكتب تقرير فني عن هذا اللاعب. بناخده يحصل معايشه مع النادي الاهلي لمده اسبوع 10 ايام، وبعد كده القرار النهائي لقطاع الناشئين. طب اللاعب ده يعني هل لقطاع الناشئين فقط، ولا ممكن يكون الفريق الاول ويتم التواصل مع كابتن امير توفيق؟ والله بص دي احيانا يعني برضو احنا عشان برضو نبقى واقعيين. لا الفريق الاول برضو ليه سياسته. طبيعه خاصه. لا ليه سياسته وليه طبيعته خاصه، وبعدين النهارده مش هتقدر تودي النهارده واحد يعني، لا النهارده واحد ده لازم يكون فيمس مشهور جدا، لازم يكون لعب على مستوى الدوري ممتاز النهارده، لازم يكون النهارده حتى انت شفته كتير جدا. ما تقدرش النهارده لعيب في ماتش بيلعب كويس قوي تحكم عليه ينضم للفريق الاول. لان برضه النادي الاهلي، لا النادي الاهلي الفريق الاول ليه كيان وليه لعيبته. وايضا ليه يعني اللعيب ده لازم يكون بتمتع بحاجات كتير جدا، شخصيه واداء وفني، والبوزيشن اللي هيلعب فيه لازم يكون في النادي الاهلي ناقص هذا المكان. لا في حاجات كتير قوي يعني. طبيعه اللجنه بتعمل اكتر على قطاع الناشئين والمواهب الصغيره. على قطاع الناشئين الا اذا لقينا واحد فلتة في مثلا في الدرجه الثانيه، ما كنا بنتفرج على ماتشات بنرشح له الدرجه الاولى. بنرشح له الدرجه الاولى، لكن برضه انت عارف ضغط المباريات دلوقتي اصبح النهارده ما تقدرش النهارده تودي واحد للماتشات بصفه مستمره شغاله يعني. تمام. كانت فتحي تزلت الكوره سنتين 81 81 86 81. بعدها دخلت في التدريب على طول يعني 28 6 81 دخلت في التدريب على طول.
عملت مين اللي قال لك على التدريب او وجهك؟ لا انا كنت عندك انا كنت بعشق التدريب. حابب يعني التدريب من وقتها. كنت بعشق التدريب بدليل ان انا يمكن ايام المرحوم ديكوتي انا كنت بسخن الفرقه. يعني في الماتشات انا كنت انزل اسخن الفرقه وكل هذه الامور يعني. يعني الحقيقه انا غاوي التدريب يعني غاوي، حتى وانا لعيب كنت غاوي التدريب. والحمد لله خدت خبرات كتير جدا من الناس اللي اشتغلت معاهم في التدريب. ابتديت بعد 81 على طول عملت كورس عملت كورس في انجلترا في مدينه بشام ابي كده، وابتدينا بقى نشتغل على طول على الكورسات، وابتديت بقى اشتغل في مدرسه الكوره. الحمد لله في التدرج يعني الحمد لله كويس. وحضرتك كنت لاعب وبتسخن اللعيبه وقت هدوكوتي، كان في اكيد في مواقف ما بينك وبين اللعيبه؟ لا والله ابدا، يعني كنا برضو انت عارف يعني زي زميلهم وفي الملعب وبتسخنهم بزميلهم وفي الملعب بس ما اقدرش، ما عنديش النهارده ان انا النهارده مثلا المواقف ما اقدرش اشخط في لعيب لان اللعيب زيه وهنلعب الماتش. ما اقدرش يعني ما اقدرش النهارده بس في واحد لازم يخرج برضه يعني. لا هو دايما بقى بص احنا كان الحمد لله مجموعتنا دي والله العظيم مجموعه مميزه جدا 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 في النادي الاهلي. روح واداء جدعانه، مش عايز اقول لك كنا محترفين ولم يدخل احتراف مصر. كنا محترفين يعني كنا ممكن النادي ده نروح الساعه 10 الصبح نمشي الساعه 12 بالليل من النادي. طب ما تقول لنا الجيل بتاعك النادي عشان نفكر يعني برضو يعني برضو الكابتن اكرامي، كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن شوبير برضو في الاخر، طبعا مصطفى عبده، مصطفى يونس، جمال عبد العظيم، محمد عامر، مختار، الكابتن خطيب، محسن صالح، ناقو زيزو. يعني كان عندنا جمال عبد العظيم، كان عندنا كابتن انور سلامه، كان كابتن مصطفى عبده كان دمه خفيف قوي. طب ما تقول لنا يعني بقى كان كابتن مصطفى دمه خفيف بس هو طبعا كان بيخاف يعني عاد دمه الخفيف ده تعمل له موقف يخاف منه. يعني مره في النادي كان انت عارف كابتن حمود الله يرحمه كان مدلك عندنا في الفريق الاول. مره الاثنين كانوا داخلين، كنت في اوضه مجلس اداره، استخبت لهم في اوضه مجلس اداره الاثنين هم داخلين، استخبت لهم تحت الترابيزه وطفيت النور، وهم دخلوا اول ما دخلوا بيولعوا النور رحت طالع الاثنين جريوا على بره، مع ان حموده ده ايه كان ملاكم. مصطفى عبده طبعا بيخاف من خياله يعني. معنا كابتن مصطفى عبده تشوفه معانا في قناه الاهلي على الهوا، لكن دايما ليه مواقف حلوه. هو كان لاعب لا هو دمه خفيف يعني الحمد لله. طيب لما ابتديت في النادي الاهلي في قطاع الناشئين وقتها او في البراعم تدريب، ابتديت بعد كده مع كابتن جوهري، يعني كانت سكه دايما كابتن فتحي مبروك ارتبط برضو اسمه بمشوار تدريبي كبير مع كابتن محمود الجوهري سواء في النادي الاهلي او كمان مع منتخب مصر. لا وانا على فكره اتمرنت مع الكابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه سنه يعني وانا صغير وانا 15 سنه، لان هو كان ماسك فرقه ال 15 سنه في هذا التوقيت، وكنا بنتمرن في لو تفتكر اتحاد الجيش في كوبري القبه، وكنا بنروح، كنت بركب الاتوبيس من التحرير واروح اتمرن وكله. ودايما تلاقي الملعب تحس ان انت فعلا داخل الملعب هتأدي تمرين. يعني الكابتن جوهري كان منظم جدا، تلاقي الحواجز وتلاقي الاجوال الصغيره وتلاقي الملعب الوحده التدريبيه، انت تبص الملعب كده تبقى مشتاق قوي ان انت تنزل الملعب. طيب بمناسبه بان العميد مرجان بيكسبك في ماتشات التنس. ايوه قول اللي عندك. ده الاحتفال بعد ال بس ما كانش بيلعبني. طب مين اللي في الكادر ده؟ كده ده في الكادر دلوقتي كده، بس هو ما كسبش. بس انا بكسبه. بكسبه فين؟ كان فتحي انت بتقول لي ما كنتش موجود. لا انت موجود دلوقتي يعني. اللقطه دي ممكن يكون بيعترض على التحكيم. لا اللي هو مرجان والله بجد يعني من الناس الجمال بجد والله، يعني حتى لاعبين ماتش امبارح من الناس الجمال وليه روح كده في الملعب. والله بجد بس يعني. لازم ماتشاتكم في التنس لازم يكون فيها فار. ايه يعني اهم ماتشات الدوري الممتاز. بس هو يعني هو في التنس اقوى مني. اقوى مني في التنس يعني بيختار الحكام. طبعا الحكام طبعا. طب انا بقول لك اقوى مني في التنس وانا هقول لا. يعني بيختار الحكام، بيختار مين اللي يحكم له. يقول اوت يعني الحكم لازم يقول اوت زيه خلاص. يعني ما تقدرش النهارده ما تقدرش. هنروح لفاصل دلوقتي، وبعد الفاصل بقى اسال الكابتن فتحي مبروك عن الكابتن جوهري اكتر، وتعلم منه ايه في مشواره التدريبي. ما شاء الله رافق الكابتن جوهري كابتن فتحي مبروك في كاس العالم 90 وايضا في بوركينا فاسو 98، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا شخصيا مستمتع بالحوار مع ضيفي الكابتن فتحي مبروك. كابتن فتحي كنت بسالك قبل الفاصل عن الكابتن جوهري رحمه الله عليه، تعلمت من الكابتن جوهري ايه؟
وانا زي ما قلت لك يعني اللقطه الاولانيه اللي انا خدتها من كابتن محمود الجاري يمكن وانا عندي 15 سنه كنت اتمرن فعلا في اتحاد الجيش في كوبري القبه. كنت اتعلمت منه حاجات كتير قوي، ان هو طبعا كان ضابط في القوات المسلحه، فتحس ان انت داخل الملعب فعلا يبقى ليك نفس تتمرن، الادوات جاهزه، الشغل كله جاهز، يعني ما يستناش ان احنا ننزل الملعب وبعدين يفكر، لا كان دايما قبل التدريب، قبل التدريب يبقى مجهز الملعب، مجهز الوحده التدريبيه اللي هنشتغل عليها. كان بيحب مهنته قوي قوي، فدي انا خدتها منه يعني. الحمد لله كل الفرق ما مسكت فرق كنت قبل الوحده التدريبيه، قبل اللعيبه ما تيجي بساعه تلاقي الملعب ده الوحده التدريبيه جاهزه، الادوات كل حاجه شغال في الملعب شغال. عشان الحته الثانيه الروح، يعني برضو الروح دي بتبقى حلوه قوي. كابتن جوري رحمه الله عليك الروح حلوه قوي، يعني روحه سواء القتاليه او روحه مع اللعيبه يعني بيتمتع بالاثنين. الروح القتاليه حلوه قوي ان هو يبقى يحفز اللعيبه وفي نفس الوقت بيحب اللعيبه قوي. انا كانت عندي دي هو دائما كان يفكر في المستطيل الاخضر. المستطيل الاخضر ده يعني يبقى كيان لوحده، كيان لوحده، عايز بقى نضحك، عايز نهرج، عايز نتكلم بره الملعب. انا اتعلمت منه دي، اتعلمت منه الانضباط في شغلي، انضباط في شغلي برضو دي حاجه مهمه جدا جدا. الكابتن جوهر رحمه الله عليه كان منضبط جدا جدا في شغله وفي توقيتاته وفي كل شيء. اتعلمت منه، اتعلمت منه برضو ان انت لازم في بعض الاوقات الفنيه لازم تجازف، يعني في مرات كده لازم تجازف، اتعلمت منه دي. كاس العالم 90 كان حلم لمصر والمصريين، علشان تحلم وتوصل لازم الحلم اكيد ابتدى من قبلها. الكواليس بقى والاستعداد لكاس العالم وتحضير الكابتن جوهري وانتقاء اللاعبين والمعسكرات، هو بس الحمد لله يمكن برضه احنا فكرنا كويس قوي قبل كاس العالم، وكانت في مجموعه يمكن برضه المجموعه بتاعتنا، ولكن كان الاهم في كل هذا بعد ما تخطينا المجموعه مباراه الجزائر. مباراه الجزائر اللي هناك اللي هناك واللي كانت في القاهره. اللي هناك طبعا انت رايح فرقه الجزائر، كان فرقه الجزائر في هذا التوقيت كان فيها كم محترفين مش عايز اقول لك، يعني كانت من الفرق اللي على الساحه الافريقيه، شمال افريقيا، من الفرق المميزه جدا. فاحنا كنا رايحين هناك، رايحين في جو كمان كان في جو متوتر جدا بيننا وبين الجزائر في هذا التوقيت، او بيننا وبين منتخب الجزائر في هذا التوقيت، عشان ما حدش ياخدها بسبب عمل. ليه؟ لان حد كان كتب في بعض الجرايد ان لازم منتخب مصر يلعب هذه المباراه بروح اكتوبر، مصر اكتوبر 73 بروح اكتوبر. فطبعا هي عملت شويه توتر هناك مع الجماهير وشويه توتر مع المسؤولين. وبدليل ان احنا حتى لما نزلنا هناك، يمكن مش عايز اقول لك، ركبنا الطياره نزلت مطار، ركبنا اتوبيس، لن نرى الشارع وعربيات شرطه، وحد ما دخلنا الفندق الاوتيل برضو حواليه شرطه كتيره جدا. الملعب رحنا اتمرنا ما شفناش شكل الشارع حتى في المباراه، لعبنا المباراه وخرجنا على مصر على طول. فالجو كان متوتر، يعني الجو كان متوتر. كانت مباراه الصعود اللي كانت في مصر هي مباراه الصعود بقى دي. دي اللي كانت مهمه جدا، لان عملنا ماتش كويس جدا هناك، اتعادلنا. وكان الجو هناك كمان يعني الجمهور الجزائري كان محترم جدا، شوف رغم هذا الشحن المعنوي ولكن الجمهور الجزائري كان محترم جدا جدا. والله يا كابتن اسامه ما تتخيلش، ما احنا عملنا المباراه دي وتعادلنا، الجمهور الجزائري شجع منتخب مصر بعد هذه المباراه تشجيع غير عادي هناك. في الجزائر. طب المباراه اللي كانت في مصر بقى ليله المباراه، وهي دي مباراه الصعود، ليله المباراه يمكن اقول لك ليله المباراه اولا الجماهير المصريه العظيمه، احنا كنا مش عايز اقول في دار الدفاع الجوي، كنا بنعتبره بيتنا على طول، دار الدفاع هناك على طول، دار الدفاع الجوي ده مش عايز اقول لك العربيات وكميه الكلاكسات وكميه مصر دي كانت على طول في ودننا، حتى بقول لك واحنا على العشاء واحنا في الاوض واحنا بره واحنا هننام، كل هذه الامور يمكن للساعه 2 3 الجماهير بتلف حوالين دار الدفاع الجو مصر. فاديتنا دوافع عاليه قوي، اديتنا دوافع عاليه قوي ان احنا هذه المباراه مباراه خلاص بقى مصيريه، بتلعب ضد منتخب قوي زي ما قلت لك فيه محترفين كتير. دخلنا بقى في المحاضره ودخلنا في الشحن المعنوي ودخلنا في الامور دي كلها ودخلنا الاستاد، اتفاجئتوا بالجمهور ولا متوقعين؟ اتفاجئنا ب 130 الف متفرج. مفيش مكان لمخلوق. طبعا مش عايز اقول لك يعني حصل شيء من عارف بقى، اما الجماهير دي تديك دفعه معنويه، 130 الف متفرج
اللعيبه الحمد لله نزلت ادت اداء كويس جدا ويمكن كابتن حسام سجل الهدف وصعدنا بيه لايطاليا. طيب ولما صعدتوا بقى لايطاليا والمجموعه بتاعتنا المجموعه الناريه وهولندا ورود خلت، انت عملت ايه لما عرفت ان اللاعب رود؟ لا احنا اول بص احنا اول ما عرفنا المجموعه قويه طبعا، يعني هولندا كان هولندا كانت واخده بطوله الامم الاوروبيه يعني سنه كام كانت واخداها؟ شوف انت كانت 88 كانت واخداها 88 قبلها بسنتين بطوله الامم، وكانت بتجمع زي ما انت قلت كم كبير من اللعيبه. منتخب انجلترا كان كويس جدا، ايرلندا كانت يمكن فريق مغمور او ما كانش اقل المجموعه او ما كانش عندنا معلومات كتير عنه، ولكن شوف بقى ان الكابتن جوري قال لي في ماتش ايرلندا وروسيا ماتش ايرلندا وروسيا، الماتش ده كان في ايرلندا، قال لي هتطلع الماتش ده تتفرج على ايرلندا وتجيب لي تقرير فني كويس على ايرلندا كامل عن ايرلندا طبعا وفعلا رحت نزلت لندن، ويمكن انت عارف حبيبي كابتن عباس قعود طبعا كابتن عباس قعود يمكن نجم السكواش وقعدت عنده ليله، وبعد كده خدنا طياره وطلعنا ايرلندا وجهزت التقرير وجبنا بقى اتفرجت على ايرلندا وروسيا، وجيت قلت للكابتن جواري في هذا التقرير قلت له اقوى فرقه هنقابلها في المجموعه دي ايرلندا ازاي وهولندا ليه ومش ليه؟ قلت له لا الفرقتين التانيين بيلعبوا كوره يعني زينا، فرقه ايرلندا فرقه قويه جدا فتنس عالي جدا اجسام ما شاء الله يعني وول بيلت كلهم عندهم رؤوس حربه مميزه بيلعبوا بالسيستم او التكتيك الانجليزي زمان كلها كور طويله بيحطك في ال 18 ولو تلاحظ ماتش ايرلندا احنا فعلا فعلا يمكن 90 دقيقه كنا محطورين في ال 18 في نص الملعب حقيقة. طبعا بطولة 98 من البطولات الغالية في الكرة المصرية، كان كل التوقعات قبل البطولة منتخب مصر مركز 13 هيركب أول طيارة ورجع تاني، عايز أعرف الكواليس مركز 13 ده أول طيارة وراجعين تاني أول مركز 13 أعرف الكواليس لكن بعد الفاصل يا كابتن فتحي. طيب بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد، كنت بسأل كابتن فتحي قبل الفاصل عن البطولة الغالية الكبيرة في الكرة المصرية بطولة كاس امم 98 بوركينا فاسو وليها كواليس كبيره، كمان الكابتن جوهري كمان يعني حكاياته قبل البطوله واللي وصله للجماهير المصريه قبلها، الكواليس يا كابتن فتحي. لا هي الكواليس اولا احنا يعني كنا في معسكر زي ما قلت لك في دار الدفاع الجوي ده وفجاه كده كان في مؤتمر مؤتمر الكابتن جوهري عمله برضه للصحافه والاعلام عشان يعرفوا ايه ظروف المنتخب وهنشتغل ازاي والمرحله اللي جايه، فطبعا ما كانش كابتن جوري الله يرحمه عنده امل ان منتخب مصر يتخطى الادوار الاولانيه كان ترتيب مثلا يقول لك ده انا هطلع سابع ثامن عاشر كلام من فكل الناس الراي العام هي فعلا ان منتخب مصر ده رايح كده مجرد هيرجع فورا المشرف ويرجع هيرجع فورا بس ما كناش لاقيين حجز طيران بس فشوف والله يا كابتن اسامه ما خدينا الدوافع الا ظروف المعيشه هناك نشوف المعيشه نزلنا اولا مطار بوركينا فاسو مع احترامي طبعا لدوله شقيقه ودوله جميله الامكانيات اول ما نزلت المطار انا نفسي اتخضيت يعني ابص كده فين ايه مفيش ولا في لا لقيت برضو كشك والاجراءات والوصول وكلام من ده خلاص ركبنا الاتوبيس وروحنا على المعسكر المعسكر بقى معسكر اوتيل بقى وحاجه قاعدين في الشاليهات ببص لقيت باب حديد مفتوح وشاليهات والدنيا كحل اللعيبه نفسها اول وهله والله كانت اول ما نزلت عملت ايه؟ يعني اللعيبه اول ما نزلت المعسكر ده عملت ايه؟ جريت على الشنط اللي احنا واخدينها بتاع الاكل بتاع الاكل كابتن جوهري كلك في المحاضره كابتن فتحي مبروك كابتن علاء نبيل قال لكم عايزكم تلفوا على اوض اللعيبه ده ما بقول لك جبنا كل حاجه طلعوا الاكل ده بقول لك اللعيبه الاول وهله لما شافت الموقف كده جريت على الشنط خدت كل واحد خد وحطه في شنطه. طبعا احنا كابتن جوهري عامل اجتماع ايه الاخبار؟ قلت له بص يا كابتن احنا جينا ولازم نتعامل مع الموقف لان سالنا في اوتيلات مفيش حاجات اسمها اوتيلات هنا هو ده المعسكر اللي هنقعد فيه فلازم نعيش اللعيبه على هذا الكلام. فعملنا اجتماع مع اللعيبه وقعد بقى مع اللعيبه قال لهم بصوا كل واحد من حضراتكم الشاليه ده يعتبره بيته. عايز بقى تحط سرير هنا تعمل اللي انت عايزه لازم نتعايش وفعلا الظروف اللي احنا عشنا فيها هناك هي ظروف كانت مناسبه جدا ان مصر تحوز على هذه البطوله. اللعيبه عايشه حياه كره القدم اللعيبه ما فيش حاجه لكشري بقى ما فيش اوتيلات ما فيش خروج اخرج البيبان ما فيش اخرج زي ما انت عايز الجدع يخرج والله الجدع يخرج بس اللعيبه اتعايشت واللعيبه كانت بتتحمل مسؤوليه كبيره جدا في هذا التوقيت
واللعيبه يمكن زي ما قلت لك ان كانوا فعلا متفرغين لكره القدم متفرغين لهذه البطوله. المباراه اللي كانت اصعب في البطوله دي كانت ايه؟ لعبتوا ساحل العاج وقتها؟ لعبنا ساحل العاج ولعبنا بوركينا فاسو ولعبنا موزمبيق ولعبنا جنوب افريقيا لعبنا جنوب افريقيا. شوف انا يمكن من اصعب المواقف او من اصعب المباريات ماتش بوركينا فاسو وماتش جنوب افريقيا النهائي. طبعا يعني دول الماتشين اللي كانوا صعب لان بوركينا فاسو بلدهم وجماهيرهم وكل هذه الامور وكان عندهم مش عايز اقول لك خط فراودي سرعة جدا سرعة جدا يعني احنا حتى فكرنا في الجانب الايسر ده فكرنا تفكير مش عايز اقول لك مين لعب ظهير ايسر ساعتها مين كان محمد عمار هاني رمزي هاني رمزي كان في نص الملعب هاني رمزي حطناه يقفل مع محمد عمار في الجنب ده طبعا عشان سرعه الراجل اللي كان بيلعب في الجنب اليمين كان عندهم صواريخ قدام. الحمد لله كسبناهم 2-0 وصلنا طبعا النهائي مع جنوب افريقيا وجنوب افريقيا يمكن برضو يمكن من الفرق اللي كانت كويسه جدا الفرق برضو اللي على الساحه الافريقيه فرقه كنا قلقين جدا برضو من الفاينل معاه. دي انتهت بركلات الجزاء دي ده انت لا ده ساحل العاجل انتهت بركلات الجزاء احنا كسبنا 2-0 هذه المباراه جنوب افريقيا جاب احمد حسن احمد حسن وطارق مصطفى طارق مصطفى فاول تكتيكي اتعمل حلو قوي يعني سجلنا كابتن فتحي ما شاء الله يعني تاريخ كبير مع تاريخ كبير مع منتخب مصر الاول كاس عالم 90 بطوله 98 كابتن فتحي مبروك ما خدش حظه في المنتخبات وهو مدير فني انه يكون موجود بخبراته الكبيره دي ممكن يكون مدير فني منتخب اولمبي مدير فني للشباب للناشئين اعرف الاجابه لك بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد كنت بسال الكابتن فتحي مبروك ما شاء الله يعني تاريخ كبير مع منتخب مصر الاول سواء في كاس عالم 90 مع كابتن جوهري ولا 98 ليه كابتن فتحي مبروك يعني اتحاد الكره ما استغلوش واستفاد منه انه يكون مدير فني لمنتخب اولمبي منتخب شباب منتخب ناشئين بالخبرات الكبيره ده كابتن فتحي لا انا اتكلم بواقعيه ما حدش يزعل مني يعني انا بتكلم بحب اتكلم بواقعيه طبعا احنا يمكن بعد ما سيبنا المنتخب حصل ظروف كتير قوي وبعدنا ورجعنا تاني وهذه الامور ومحدش سال بقى بعد كده المساله يا كابتن اسامه المساله علاقات يعني خلينا نتكلم بواقعيه لدرجه ان مره احد جه في اتحاد الكوره بيقول لي انت فين من المنتخبات قلت له والله السي في بتاعتي غالبا ضاعت من اتحاد الكوره مع ان خساره والله السي في غالبا ضاعت من اتحاد الكوره ضحك هو نفسه ضحك فطبعا الامور برضه بترتبط بعلاقات الامور بترتبط النهارده انت فين من الناس المسؤولين في اتحاد الكوره هو اللي بيحط الشكل وبيحط الفرقه وبيحط كل ما تتخيله من اجهزه فنيه على مستوى المنتخبات يعني فالحمد لله الحمد لله قوي كده الحمد لله لكن مع النادي الاهلي ما شاء الله كابتن فتحي مبروك جه في ظروف صعبه 2003 و2013 2003 حقق بطوله كاس مصر و2013 بطوله الدوري وانت كنت معايا 2003 2003 طبعا كانت بطوله صعبه جدا وكان توقيتها في الظروف صعبه جدا وما كانش عندنا لعيبه ما كانش عندنا لعيبه والله فعلا كان لسه النادي الاهلي بيمر بفتره احلال وتجديده ما كانش فيه لعيبه لا وكان برضو الامور كانت صعبه جدا وخسرنا بطوله الدوري ويمكن كنا بنشتغل على الجانب المعنوي لو تفتكر ان احنا برضو لازم معنويا بطوله صعبه يا كابتن فتحي كانت الكاس ولا كان 2013 بطوله الاثنين كانوا صعبين قوي الاثنين كل لان كنت جاي في ظروف صعبه يعني ما تقدرش تقول ان انت جاي مثلا شهرين ثلاثه تشتغل مع الفرقه تتحط في بطوله خلاص دي اسبوع 10 ايام وتخلص البطوله اسبوعين بالكتير قوي فطبعا بطوله كاس مصر يمكن زي ما قلت لك كانت بطوله صعبه يعني مطالب كجهاز فني ومطالب كلاعيبه ان انت تعوض بطوله الدوري اللي خسرتها ببطوله كاس مصر ودي جانب معنوي كنت جانب نفسي بشتغل مع اللعيبه كويس قوي زاد بقى حته الروح القتاليه العاليه جدا اللي تميز بيها اللعيبه في هذه الفتره وانت حضرتك كنت منهم يا كابتن اسامه كان كابتن محمود الخطيب كمان مشرف على الكوره وقتها كابتن الخطيب مشرف على الكوره ايوه وهو اللي اتصل بيا على فكره والكابتن حسن ساعتها هم اللي بلغوك هم اللي بلغوني انت فين قلت لهم في البيت قالوا تعالى عايزينك ورحت وقالوا لي يعني هتمسك الفرقه لفتره مؤقته ودي بحترمها على طول ان يقول لي فتره مؤقته بحترمها على طول يعني علشان كده في المقدمه في بدايه حواري قلت يعني واحد من ابناء الاهلي المخلصين الحمد لله فتحي مبروك على مدار تاريخه في النادي الاهلي واحنا بنتكلم برضه يا كابتن فتحي عن النادي الاهلي شايف مباراه الاهلي وكايزر تشيفز المباراه اللي هتبقى في النهائي الافريقي ازاي خاصه ان في ناس قالت ده كويس الاهلي هيقابل كايزر تشيفز فرقه يعني اقل شويه هل فرقه اقل شويه ولا النهائي الافريقي برضه خارج التوقعات وبدل فرقه وصلت النهائي فرقه قويه طب بص يا كابتن اسامه اتكلم بواقعيه النهارده على المستوى الافريقي بكلمك جد النهارده احسن فريق على المستوى الافريقي النادي الاهلي
خلينا نتكلم بواقعيه، نتائج اداء سواء داخل او سواء خارج، النادي الاهلي مميز على المستوى الافريقي دلوقتي. طبعا هتلعب مع كايزر تشيف النهائي، ولكن زي ما قلت لك انا اتفرجت على كايزر تشيف مع الوداد. الفرقه دي من الفرق اللي عندها الطابع الدفاعي، طابع بتلعب زون ديفنس في نص ملعبهم، بيلعب بتسع لعيبه وبيلعب راس حربه واحده، يعني حتى في التامين الدفاعي هتلاقي ثلاث استوارات، تلاقي اثنين على الطرف، وتلاقي اثنين من وسط الملعب الديفندرز داخلين، هتلاقي في كم دفاعيا تسع لعيبه على الاقل بيدافعوا. ولكن مع الوداد، الوداد برضو يمكن برضو كان فيه عامل استعجال شويه، استعجال في انه عايز يعوض الجون اللي سجل فيهم، فده ادى ارتياحيه لفرقه كايزر تشيف، عشان كده طلع حتى بهذه النتيجه في المغرب ويتعادل في جنوب افريقيا. لا، النادي الاهلي قادر، النادي الاهلي عنده من اللعيبه وعنده من الامكانيات وعنده من النواحي الفرديه والناحيه الجماعيه والتكتيك واسلوب اللعب. ان شاء الله تبقى هذه البطوله، ان شاء الله ان شاء الله تبقى. شايف برضه يا كابتن فتحي صعوبه المباراه، يعني مباراه الوداد اللي خرج منها كانت ماتشين، مباراه ذهاب وعوده، لكن المباراه الفاينل المباراه الوحيده ما بقاش فيها تعويض خلاص. ما بقاش فيها تعويض، بس النهارده لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي خلاص تعودت، تعودت على البطولات. النادي الاهلي خد 9 بطولات، ان شاء الله دي تبقى العشرة يا رب. ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي تعود، النادي الاهلي عنده من العناصر، عنده عناصر تقدر النهارده ان شاء الله ان شاء الله تقدر تكسب هذه المباراه، تكسبها بنتيجه كمان كويسه. شايف موسيماني ازاي مع النادي الاهلي؟ والله بص يا كابتن، اختياره بقى، بص يعني كان اختيار خارج التوقعات، يعني بص هو اختيار خارج التوقعات وجنوب افريقي وكلام من ده، ولكن النتائج والبطولات اللي عملها في هذه الفتره لا نال اعجاب الجماهير ونال اعجاب الاعلام، وخلاص النهارده حتى في ثقه بينه وبين الجماهير وثقه بينه وبين اللعيبه، ودي بطولات وانجازات برضه هتحصل في تاريخه. طب الناس اللي لسه ما زالت بتشكك في قدرات موسيماني، يعني لحد دلوقتي موسيماني يعني حقق الدوري مع النادي الاهلي، حقق بطوله افريقيا 9، السوبر الافريقي، السوبر الافريقي ثالث، العالم، كاس مصر، ماشي ما شاء الله بخطى ثابته، بيوصل في البطوله العاشره للفاينل. يعني شايف الناس ازاي اللي لسه ما زالت تشكك في قدرات موسيماني وتقول لك موسيماني مش هو مدرب النادي الاهلي، يعني ممكن يترد عليهم ازاي الناس؟ هو بيقاس النهارده المدرب ازاي او المدير الفني بيقاس ازاي؟ بنتائجه دي نمبر 1 اللي حققها، نمبر 1 النهارده النتائج، البطولات، ماشي النهارده اسلوب اللعب، يعني عجبني جدا ماتش الترجي هناك، يعني انا شخصيا عجبني جدا على المباريات اللي ادارها موسيماني. ما انا بقول لك ليه، لان برضه التفكير النهارده ان حمدي فتحي في وسط الملعب، حمدي فتحي النهارده بيحتاجه النهارده في الجوانب الدفاعيه يبقى ستوبر ثالث، ده تفكير، فكر مدير فني، فكر مدير فني النهارده حط اكرم توفيق النهارده كظهير على الراجل المميز بتاعهم في الجانب الشمال، حاجه برضه ده تفكير مدير فني، تفكير مدرب النهارده، تفكير مدير فني النهارده بنستغل سرعات واحد زي محمد شريف، تفكير كل هذه الامور، لا رؤية فنية كويسة. هنا برضو الرؤية ضد الترجي عملنا رؤية فنية كويسة وعملنا نتيجة كويسة جدا، وأنا كنت أتوقع أن النادي الأهلي يكسب الترجي 2-3 على الأقل يعني. هنا في مصر والله كنت متوقع، رغم برضو صعوبة المباراة وكان لسه تساوي الحظوظ ما بين فرقتين، لكن كان عندك بس لا الأهل. بص النادي الأهلي زي ما قلت لك على المستوى الأفريقي من أحسن فرق على المستوى الأفريقي بصراحة يعني. أتمنى إن شاء الله العملية تكمل على ألف خير، ويبقى يعني البطولة العاشرة من نصيب الأهلي إن شاء الله يا رب. إن شاء لما الله. يجي التحضير لها، إن إحنا خلاص دخلنا في الملف الدولي. شايف المنتخب الأولمبي بقى، عايز أروح للمنتخب الأولمبي، ما شاء الله عندنا جيل من اللعيبة المميزة اللي ممكن تحقق حاجة، شايف الجيل ده إزاي مع الكابتن شوقي غريب؟ لا هو الجيل في هارموني حلو قوي بينه وبين الكابتن شوقي غريب، بدليل بطولة الأمم الأفريقية اللي في مصر الفرقة خدتها، والظروف الصعبة أرض برضه اللي بيمر بيها الفريق، يعني برضه بيمر بيها الفريق إذا كان دلوقتي في معسكر، فكان برضه الظروف ما كانش الكابتن شوقي عامل أجندة يقدر يشتغل بيها على هذا المنتخب، فكانت ظروف صعبة جدا طبعا نظر فيروس كورونا والمشاكل والفرق بتعتذر والكلام من ده، ولكن منتخب قادر مع إن صعوبة المجموعة يعني في أسبانيا والأرجنتين وأستراليا، أسبانيا أرجنتين أستراليا برضه فرق كويسه، يعني فرق اذا كانت فرق بتتمتع بالجانب المهاري والجانب التكتيك واسلوب لعب زي مناسب لاسلوب مصر، ولكن ممكن تلاقي فرقه استراليا فرقه بقى بتمتاز زي ايرلندا كده في كاس العالم، فرقه تتمتع بالتكوين الجسماني القوي، التحامات، القوه، السرعه، حاجات كتير قوي، فمنتخب مصر ان شاء الله قادر ان هو يعمل حاجه كويسه ان شاء الله مع كابتن شوقي. الماتشات في الاولمبياد ده في صالحنا، ان احنا هنقابل الاول اسبانيا، اسبانيا من الفرق القويه المرشحه للاولمبياد،
تاني مباراة الأرجنتين، التالتة استراليا. هل الترتيب ده في صالحنا؟ وحضرتك مدير فني برضه، انت ساعات وانت قاعد في الماتشات بيبقى فيها مجموعه بتختار، بتقول يا لو الفرقه دي كان جات لي في الاول اقدر ادخل في جو الماتشات بدل ما اخبط في الفرقه الثقيله من الاول. الكابتن شوقي برضه خلي بالك لازم يدرس، لازم يدرس كويس الفرق اللي هيلعبها، يعني لازم يدرس الثلاث فرق كويس. انت هتقابل اسبانيا، انت عايز ايه مباراه اسبانيا؟ هتحط النهارده التكتيك وهتحط الاسلوب وهتحط التشكيل المناسب لهذه المباراه. افرض النهارده لقيت عنده واحد مميز جدا مثلا في الجنب الشمال ولا في الجنب اليمين، يبقى النهارده تشوف مين الظهير اللي هيقدر يشتغل مع الناس دي. النهارده لو في ثغرات في خط الدفاع النهارده الاسبان، ممكن تشوف مين السرعات اللي هتقدر تستغلها. ذاكر الفرق كويس، ذاكر الفرق لازم لازم عشان تقدر تشتغل كويس وتقدر تعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. يعني مين الثلاثه لو الكابتن فتحي مبروك مكان الكابتن شوقي غريب، مين الثلاثه الكبار اللي اختارهم؟ بص انا كنت من زمان على فكره، يعني من ساعه ما اللي حققوا ثلاثه كبار، انا كنت يمكن حاطط نمبر 1 الشناوي، محمد الشناوي نمبر 1 عشان برضو اكون واقعي. كنت حاطط برضو، لان برضو محتاج كابتن شوقي حد تقيل في وسط الملعب، ديفندر وسط ملعب بين عمرو السوليه وبين طارق حامد. يعني كنت حاطط الاثنين يعني دول، يعني المفاضله ما بين طارق حامد والسوليه وعمرو السوليه. برضو عايزين تقل في حته الديفندرز وسط ملعب، يكون عنده الخبره ان يقدر يكلم اللعيبه، يقدر شخصيته تقدر تقود وسط الملعب. كنت برضو حاطط محمد صلاح، بس محمد صلاح طبعا يعني صعبه دلوقتي. شوف بقى اي حد النهارده ايه الممكن يستفاد منه في العنصر الثالث النهارده كابتن شوقي غريب. يعني اختيارات الكابتن فتحي مبروك يا جايه اختيارات فنيه، ان يبقى في كل خط لعيب، ولا هم دول اللي ممكن يعني؟ لا، ما انا بتكلم بواقعية. انا النهارده محتاج النهارده خبرات حارس مرمى عاليه جدا، عاليه جدا في مطرك طبعا، حارس مرمى طبعا يعني زي ما بيقولوا نص الفريق. فمين النهارده على المستوى الافريقي والمستوى المحلي والمستوى المنتخبات؟ محمد الشناوي. النهارده زي ما قلت لك، النهارده ديفندرز وسط الملعب، لان محتاج ناس ليها تقل في وسط الملعب بين عمرو السوليه وطارق حامد. كان محمد صلاح كان هيدي دفعه كبيره جدا معنويه للفرقه، دوره مهم جدا القيادي. انت لا، ده انت كمان على اسم منتخب مصر في اليابان، محمد صلاح موجود على راس البعثه، هيدي النهارده اهتمام كبير لمنتخب مصر. الحاجه الثانيه، الفرقه اللي هتلعبها يبقى عامل حساب كبير قوي لمحمد صلاح، لان محمد صلاح على المستوى العالمي اصبح خلاص الناس كلها عارفاه. فكان هيدي تقل سواء معنوي واعلامي وجماهيري وايضا فني داخل الملعب. ممكن يحققوا ميداليه ان شاء الله؟ اتمنى ذلك ان شاء الله. الجيل ده قادر ان شاء الله. اتمنى ذلك وان شاء الله احنا قادرين، لان برضو الدوافع عند منتخب مصر وعند اللعيبه دي لازم تكون دوافع عاليه جدا. من خلال المعسكرات هنا ومن خلال مباراه، حتى لو مباراه وديه، لازم يبقى في دوافع عاليه جدا للعيبه دي. تمام. اخيرا عايز برضو اكلمك عن قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك يعني عمل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي سنوات طويله، سواء مدرب لفريق الشباب الفريق اللي كان تحت الفريق الاول على طول، وايضا كمان رئيس قطاع الناشئين لمده سنتين او ثلاث سنين. شاف قطاع الناشئين من النادي الاهلي ازاي؟ والله القطاع الحمد لله ماشي كويس. يعني القطاع برضو خلينا بنتكلم بواقعيه، هي زي ما قلت لك، يمكن عمليه دمج الفرق دمج الفرق وتوقف المسابقات وبرضو بسبب فيروس كورونا والكلام من ده ساهمت شويه ان برضو القطاع في حاجات ايجابيه كويسه جدا. يعني في حاجات ايجابيه كويسه، في مدير فني دلوقتي اجنبي بيقود النهارده، في النهارده الكابتن خالد بيبو طبعا النهارده بيشتغل، والمدربين بتشتغل كويس جدا. فكل هذه الامور اتمنى القطاع الناشئين يبقى افضل من كده، ويبقى البطولات افضل من كده ان شاء الله. يعني انت شايف ان لسه ما زال في عندنا مواهب في قطاع الناشئين، في كتير، خاصه كمان الارقام اللي بقت مبالغ فيها دلوقتي في كتير. بص يا كابتن، انا اتفرجت النهارده على ماتش مصر بتاع الشباب اللي انتهى 3-0 تعالى في واحد مميز جدا وكنت حاطه في حسبان ان ده هيبقى ان شاء الله لعيب درجه اولى، لعيب درجه اولى في النادي الاهلي. والله العظيم يعني انا اتفرجت عليه كنت مبسوط جدا من ادائه. طب مين ده؟ واحد عندنا في النادي الاهلي. طب ما تقول لنا اسمه. محمد عبد النبي الاسطوبر. الولد ده اولا خدناه من الاختبارات، وانا اخترته من الاختبارات، ولد عنده مقاومات، راجل وروح واداء وكل ما تخيله. يعني كان في الاول بيلعب باك شمال، ووظفته انا برضه كلمته ووظفته ستوبر، والولد كان ما شاء الله هايل. يعني محمد عبد النبي ده اكتشاف من اكتشافات والله العظيم. يعني انا كنت ومتوقع انه يوصل درجه اولى ان شاء الله في النادي الاهلي. ان شاء الله يوصل، إن شاء الله. ويعني نشوف كمان خلال الفتره اللي جايه لعيبه كتير من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن فتحي شرفتنا ونورتنا. شكرا يا كابتن اسامه، وانا سعيد جدا و
ودائما نلتقي على خير كده. بس عايز ماتش التنس بقى يتذاع، لو اتغلبت يتذاع لك طبعا، اتمنى ذلك. لا فريق الاعداد كله اسمعوا الكلام ده، علشان ان شاء الله هيكون في مباراه تنس، تحدي ما بيني وبين الكابتن فتحي في الجزيره، وهنذاعها هنا على الهواء الحلقه اللي جايه ان شاء الله. وفريق الاعداد فيه خمسة غدا، خلي بالك خمسة غدا، عشان لو خسرت انت اللي هتدفع. هسيب لك خمس نقط. هتسيب لي وانا خسران خمس نقط؟ هتسيب لي خمس نقط؟ ماشي والله العظيم، ده كده يبقى حاجه جميله جدا. طيب شكرا كابتن اسامه، وانا سعيد جدا وبشكر مجموعه العمل والاعداد الجميله لعمل التقرير الجميل ده يعني بصراحه. انا اللي بشكرك، شكرا جزاك يا فتحي. يعني بشكر ضيفي كابتن فتحي مبروك، صاحب التاريخ الكبير جدا داخل النادي الاهلي، استمتعت بالحوار معاه. يعني كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، لكن برضو في النهايه ببارك لزميلنا رئيس التحرير الاستاذ محمود شوي، يعني صاحب العمر استاذ محمود شوي، يعني صاحب جائزه راشد للابداع، عمل كتاب اسمه المكفوفون والكره. الكتاب ده هيكون موجود في معرض الكتاب من 1/7 ل 15/7 ما شاء الله، يعني بيحكي قصه الكوره وقصه المكفوفين، وكان خد جائزه راشد في الابداع عن هذا الكتاب والقصه اللي كانت موجوده في مصر لما قصه المكفوفين اللي طلعوا يلعبوا بطوله بره، وكانوا كمان يعني في ناس تتمتع بالنظر وطلعوا مكانهم، وكانت قضيه كبيره، وكان هو صاحب القضيه دي وقتها خد جائزه راشد في الابداع. محمد بن راشد في الابداع، بنبارك له على الكتاب مره ثانيه المكفوفون والمكفوفون والكره. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده من الاشبال. شكرا والى اللقاء.